عصفورة حكت لي انها في يوم عدت من جنب غرزة فبقت بين الله والرسل والوجود اغلب ما يذكر. شافت من كل سن كل شكل واللي رابطهم جايين ينسوا الحياة اللي شيلتهم فوق طاقتهم. وقالت لي انها اتفاجئت في المدرسة بان التلاميذ جايين لكل غرض تتخيلوا الا التعليم. بس قالت لي في وسط السيرك شفت طالب علم بجد منتبه للشرح بيكتب وملوش اي دعوة بحد. للأسف تاني مرة شافت الطالب ده باكت كانت طايرة جنب اسم صدفة وفوجئت لما لقت ظابط بيكهرب الطالب ويقول له علشان تبقى هتكتب وطن بلا تعذيب كويس على تيشيرتك. وحكت لي انها في يوم كانت على شجرة قدام باب مستشفى شافت دكتور خارج من الاستقبال واحدة ماسكة فيه بتقول له ارجوك جوزي بيموت. قال لها وانا مالي يا ستي هدفع لك من جيبي فلوس. صعب توصف الحياة في شكل معادلة فيزيائية سيمفونية كل آلة فيها تبلك عشوائية. مفيش حل بيدوم والتغيير ملوش قانون لا الوحش بيفضل وحش ولا هدايته شيء مضمون. صعب توصف الحياة في شكل معادلة فيزيائية سيمفونية كل آلة فيها تبلك عشوائية. مفيش حل بيدوم والتغيير ملوش قانون لا الوحش بيفضل وحش ولا هدايته شيء مضمون. العصفورة غابت عني يومين ورجعت بحكايات منها ان واحد من مجموعة الغرزة مات واحد تاني فاق قال يا اخوانا كفاية نسيان بس دماغهم اعلى من انها تستقبل الكلام. وفي شارع لقيت خلق بتهتف تسقط الداخلية طارت ورا المظاهرة وعند الاسم وقفت هي لما لقيت كل واحد لابس ميري بيغيره ويا ويل اللي كان بيعذب ناس وفي ناس حافظين منظره. اما الطالب اللي اتعذب فرد في مجموعة سلمية الدرع اللي حمل اسم من الاعمال التخريبية اول ما اتصاب برصاصة قالت هيموت من الاهمال استقبله طبيب حقيقي ما خدش نفسه لما فاق. طارت شافت ناس محتاجة تحس بالناس المحتاجة شافت كتير منكرش لكن ما شافتش كل حاجة. سألتني عن نظام الكون قلت لها هما دول كل فرد اختار لنفسه شيء اختار لغيره مليون. صعب توصف الحياة في شكل معادلة فيزيائية سيمفونية كل آلة فيها تبلك عشوائية. مفيش حل بيدوم والتغيير ملوش قانون لا الوحش بيفضل وحش ولا هدايته شيء مضمون. صعب توصف الحياة في شكل معادلة فيزيائية سيمفونية كل آلة فيها تبلك عشوائية. مفيش حل بيدوم والتغيير ملوش قانون لا الوحش بيفضل وحش ولا هدايته شيء مضمون.